الاحتفالات في الكونتار كوكب في الفريق بوكسين، والنائب الاول رئيس الجامعه الملكيه المغربيه. هذه التظاهره وهذه الامسيه الرياضيه مرت في جو رياضي نزيه. بالمناسبه كنشكروا الجمعيتين، هي جمعيه المنتدى جلسيف وجمعيه المركز جلسيف، على هذا التظاهره الذي نظموها واللي كانت في احسن المعايير، واللي جمعوا واحد الابطال لانه ابطال في مستوى، واللي بينوا المعطيات ديالهم والمباراه ديالهم في هذه التظاهره. وفعلا لان التظاهره الحمد لله غادي يكسبوا واحد الخبره، واحد الخبره اللي يمكن لهم يشاركوا في البطوله الوطنيه ان شاء الله، وعلى لا تكون في البطوله الدوليه ان شاء الله. بالمناسبه كذلك نشكروا كل من ساهم من قريب او بعيد لانجاح هذه الامسيه الرياضيه والتي نظمت بمناسبه عيد العرش المجيد. وكنشكروا السيد والي السيد عامل صاحب الجلاله على اقليم جلسيف على المساهمه الماديه والمعنويه والمعنويه، كذلك السلطات المحليه والمنتخبين. وكنشكروا الصحافه المحليه مدينه جلسيف على السهر معنا وعلى تغطيه هذا الحدث الرياضي، وشكرا.